اهلا بحضراتكم. ازمه الدولار تخلي هي العيشه نار، وحلها بسيط جدا للي عايز يحل. مشكلتنا ان احنا عندنا الدولارات بتطلع بره بسرعه، صح؟ وبيستورد بيها منتجات احنا اصلا مش في احتياج ليها. معظم المنتجات اللي بتستورد احنا مش عايزينها اصلا، او منتج بيعمل اغراق للسوق الداخليه بفكرة اني لو عندي مثلا انا بعمل قميص، عندي مصنع ملابس وبعمل قميص، فبيجي تاجر بيستورد قميص اقل رداءة ولكن اقل في الثمن بفرق كبير، وانا طبعا بقى في المصنع بتاعي لاني ما بقدرش اجاريه في السعر المتدني بتاعه. ده بينطبق على معظم الصناعات اللي موجودة. حل بسيط للي عايز يحل. انا مش فاهم ليه عملية الاستيراد ما تتمش عن طريق وزارة التجارة الخارجية بشكل كامل. ليه انا ما اروحش ادفع الفلوس، اقول انا مثلا عاوز اجيب لعب اطفال من الصين، عايز اجيب بدل من الصين مثلا او من ماليزيا او ريفر من اي مكان، واحدد المواصفات اللي انا عايزها، وزارة التجارة الخارجية تحدد لي المنتجات المتوفرة في الشروط اللي انا عايزها، المواصفات بتاعتها والمبلغ اللي معايا، وياخدوا الفلوس هنا بالمصري، ومكتب وزارة التجارة الخارجية في الدولة المستورد منها تحاسبه بالدولار او بالعملة بتاعتهم ايا كانت. ليه ما بيحصلش ده؟ عارفين اللي هيحصل لو حصل ده؟ المنتج اللي هيجي منتج ذو جودة عالية، فمش هيحصل اغراق، والدولار اللي في مصر هيفضل في مصر، فمش هيحصل اهدار للثروة، والمصانع اللي عندي مش هتقابل منتجات اخرى ومنافسة من منتجات اقل في الجودة انما اقل في السعر، فالعملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من الاسواق، والتاجر هيبقى مبسوط انه هيحاسب الدولار ب 8 جنيه ولا 8 ونص ولا مش عارف ب 8 وكام، بدل ما يشتريه بره ب 12 وب 11 جنيه. كل الناس هتبقى مبسوطه في الحاله دي. ان ده ما بيحصلش ليه؟ عشان في تجار رؤوس اموال بيروحوا يجيبوا بضائع مجهوله المصدر ويطلعوا لها ورق مضروب بالمنشأ ويدخلوه عندنا. لان ما فيش اصلا سيطره ليك عليهم. فبيجيب اللي هو عايزه يرمي عندك وخلاص، وادي الدنيا عايشه، واخرب في البلد واقتصادها، المهم انا اكسب. اللي عايز يحل حاجه بيحلها، وحضرتك مقابل كده، مقابل انك هتدير هذه العمليه، ما تاخد نسبه 1% ولا 2% من الصفقه، ده انت هتوفر له في فرق سعر الدولار بس 2 3 جنيه الدولار الواحد. يعني الصفقة كانت بمليون دولار، حضرتك موفر له على الأقل 3 4 دولار. خد نص دولار، خد 3 4 مليون دولار. خد أنت منهم نص مليون. يبقى هو مبسوط، وفر له 2.5 مليون. تاجر. ده لو أنت عايز تحل، بس أنت مش عايز تحل. اللي عايز يحل بينفذ. إنما زي ما قلت، وزير التجارة الخارجية، وزير التموين، وزير الزراعة، لازم يعاد فيهم نظر. لازم يعاد فيهم نظر وبأسرع وقت، وإلا الأمور مش هتبقى كويسة. نطلع بسرعة بقى، ندخل، مش هنطلع فاصل، بس هندخل مباشرة على موضوع صغير بس مهم قوي. احنا مش ضد ان الناس تتاجر، ومش ضد ان الناس تعمل مصانع، بل بالعكس احنا مع ان الناس تعمل مصانع عشان شبابنا يشتغل. بس حضرتك لما تيجي تاخد ارض صحراوية او رملية بمعنى ادق، في منطقة كل اللي بيفهم في التاريخ عارف انها منطقة اثرية، وتنقل التراب ده وتطلع منه الذهب وتتاجر فيه، وعلى عينك يا تاجر يبقى لازم في وقفة.
الناس اتعودت على انه ممكن تتمسك عربية مخدرات مثلا في كمين، واتصال من مدير امن، ده زمان يعني كان بيحصل، واتصال من مدير امن، تطلع العربية وتروح لحد التاجر عند البيت والتاجر يكمل تجارته، انتهى الموضوع. ده كان بيحصل بعض الاحيان يعني، ما بقولش حاجة. وبعدين المدير الامن ده يطلع معاش، فالتاجر يصرف عليه لحد ما يخليه عضو مجلس الشعب مثلا، مثلا يعني، ما بقولش حاجة محددة، بقول مثلا. وبعدين التاجر ده يفتح بقى مصنع، راجل بيتاجر بقى وعايز يظبط فلوسه يعني، فيفتح مصنع، فياخد حتة أرض في منطقة صناعية، والمنطقة الصناعية دي معمولة أصلا في منطقة فيها آثار، زي احنا عندنا على فكرة آثار كتير جدا. أنا من المنوفية أصلا، عندنا في منطقة اسمها الجبانة في قويسنا على سبيل المثال، برضو حواليها أراضي صحراوية كده، برضو سبحان الله بتنطبق الكلام على الكلام، أنا مش عارف إزاي، بس برضو بيحصل فيها الحاجات دي يعني، فيها منطقة صحراوية حواليها وممكن يكون فيها آثار، ممكن، أنا معرفش، بس ممكن يكون فيها آثار. ممكن المحاجر أو الأرض اللي تبع المحاجر عشان بتتاخد ويتباع منها الرمال وخلافه، ممكن يكون فيها آثار على فكرة يعني. وعلى فكرة أنا ما بقولش كلام من الهوى برضو على فكرة، وعلى فكرة الكلام ده لو ما تراجعش هتبقى فيه مشكلة على فكرة برضو، واللي زاغ واللي ما زاغش هيبقى فيه مشكلة. يا ريت الناس تمشي كويس عشان بلدنا تقف على رجليها. مش هطول كتير في الموضوع ده، انما هجيبه بالتفصيل في الحلقة اللي جاية، تفصيل تفصيل. وهنتكلم عن مدير الامن وعضو مجلس الشعب او مجلس نواب دلوقتي، مجلس نواب، وعن التاجر وعن اللي زاغ وعن كله، هنتكلم عن كل حاجة. انما الوقت للاسف انا كنت محضر ان احنا نتكلم، بس الوقت لم يسعفنا، فنلتقي في الحلقه القادمه، وان شاء الله يكون فيها اخبار جيده عن الطائره المصريه، واخبار ممتازه عن وطننا الغالي. واحنا مش محتاجين يا ريس غير شويه تظبيطات صغيره اداريا، هتلاقي البلد هتقف على رجليها والله، حاجات صغيره قوي. انت مهتم ان انت عمال تعمل حاجات انشاءات جديده، وتروح في الصحراء وتزرع، وتروح تعمل مصانع مش عارف فين، وتعمل قناه مش عارف فين، ده كله كويس قوي. انما الاداره داخل الدوله هتوقعك، كل اللي بتعمله ملوش لازمه لو الاداره اللي داخل الدوله مستهدفه توقعك، والموضوع مش هياخد حاجه ولا عايز مجهود غير اللي يتولى يبقى قلبه على البلد بس. يا اخي مش قلبه على البلد، يراعي ربنا اللي يتولى الامر، ما مش عايزينه، هات لنا يهودي بس بيراعي ربنا، مش هيعمل اللي بيحصل ده. اللي بيحصل ده فينا ما يتعملش من حد بيخاف ربنا، وما يتعملش الا لو حد مستهدف يوقع او يضيع مجهود الرئيس. ملهاش حل تاني، مفيش حل غير ان الرئيس نفسه مستهدف والدوله نفسها مستهدفه بالاسقاط عن طريق أصحاب القرار. نلتقي في حلقة قادمة، كان معكم أحمد الهلباوي في مع أهالينا.